كشتة 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 ثواني من بعد الغيبة رجعنا وجبنا كل الفرحة معنا أجمل كشتات وسوالف ونمر بأحلى مواقف كشتة 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 ثون كشتة ثون أجمل حكاية نبتديها من البداية كشتة ثون ونبدع بلا نهاية بنحقق كل غاية كشتة ثون أجمل حكاية نبتديها من البداية كشتة ثون ونبدع بلا نهاية بنحقق كل غاية بالعمل والمهارة بالأثر والإثارة كشتة ثون بجدارة دايما بالصدارة كشتة ثون تحييكم بالعمل والمهارة بالأثر والإثارة كشتة ثون بجدارة دايما بالصدارة كشتة ثون تحييكم كشتة ثون تحييكم كشتة ثون يا أخي شوف لما تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إيش أنه سيورثه يعني تخيل لما تحسن إلى جارك أنت جالس تنفذ وصية أمين وحي السماء اللي هو جبريل هذه الوصية من أمين وحي السماء قالها لأمين وحي أهل الأرض اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أخذت وصية الأمين عن الأمين أمين وحي السماء جبريل عليه السلام مع أمين أهل الأرض اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو اللي يقول لك أحسن إلى جارك يعني أي منقبة أكبر من أنك جالس تنفذ وصية فيها كل الطهر والنقاء والدلال من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوصيتك بالجار يعني مرات واحد يقول لك أنا في خاطري على الجار لكن ترى اللي وصاك هو النبي صلى الله عليه وسلم أظن أنه هذا رح يخفف عليك طريقة تعامله يمر يقول لك سنة سنتين أنا لحد الآن يقول لك ما أعرف حتى أسماء الجيران تظنها منقبة هذه حتى بعض الناس تقول له كيفك مع القرابة والله يقول لي جاءهم أولاد حتى أسماءهم معليش هو يقصد أحيانا لكثرة العدد هذا شيء ثاني يعني تظنها أنها شيء كويس أنك ما شاء الله واو أنك ما تعرف أسماء جيرانك لا الإنسان التلطف هذا يا أخي أطبخ المرق وأرسلهم الناس ليسوا بحاجة أيوة. بحاجة إلى تعاملك بالضبط وش أرسلوا لك أسماء الجيران آخر مرة والله ما ارسلوا لي شيء حلو هذه ان شاء الله يسمعون كلامك هذه مره كنا وهذه مستمره هذا القليل المستمر اذا سمعوه يصير قليل هذا كنا نسجل برنامج صور برنامج الماسة من قبل 5 سنوات ساعه وساعه فكان معي الغالي عبد المجيد اليوم من نفس موقف فكنا نقول للناس الجمهور واللي عنده طبخه مثال مميزه راح تنزلكم ارقام تواصل يجيبها واحنا نعرضها على الهواء ونتكلم على مكونات فالمهم الظاهر ان احنا ما شرحناها بطريقه كويسه المهم ما جاء ولا شيء قال عبد المجيد يومني قال تراكم ممكن ما فهمتونا هم لانه الناس ايش ارسلوا نريد طبخه كذا اطبخون أيوه. قال مو احنا نطبخ احنا قلنا لكم انتم ارسلوا قال هذا مو برنامج حولناه ايش هذا انا حتى أسامة يقول ما ارسلوا شيء والله يا اخي انا يعني استقريت الفتره الاخيره في الرياض ف قويه اذا جالس يوصل الرساله لاهل الرياض لا 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 لا, لا. انا اعتبر يعني لا ترسلون لك حلو هذا لا انا اعتبر جديد في حيي يعني الحي اللي انا ساكن فيه واغلب اوقاتي انا مش متواجد اصلا في البيت معناه الخطا منك ايوه فحتى الى الان يعني ما تعرفت على الجيران ما صار في فرصه انه اتقابل انا وياهم حتى الجامع القريب من البيت يعني صلاه الفجر وباقي الصلوات ماني موجود اكون طالع هو غالبا جلس ما عدا في الويك اند بعض الصلوات اللي اكون موجود فيها في البيت فما في فرصة أصلاً أنه أنت تتعرف عليهم يتعرفون عليك تقابلهم يقابلونك فأنا المقصر وهم الكرامة لأنك مو متزوج تتزوج إن شاء الله وتهجد وصير تعرف جيرانك يعني أنا ترسلون حاجة يرسلون في الويكند أيوة بالضبط أيوة بالضبط أنا متزوج وتصير تعرف جماعة المسجد وتصير تعرف راعي البقالة إيش أكثر أفضل ما يقدموا يا علي الجار للجار والله إحنا الحمد لله العادة الآن مستمرة عندنا في بارق الحمد لله
معروفين الكرم والمكارم. يعني انا عندنا عماره دورين، انا ساكن في الدور الاول والوالده واختي واخوي تبارك الدور الرحمن الثاني. يوميا يعني يكون في تبادل منافع. حلو طيب. والجيران برضو من حولنا يعني واكثر ما تكون يعني في رمضان. حلوه تبادل المنافع هذه والله. اول ما اكثر ما تكون في رمضان. رمضان لا يعني تكاد تكون واجب عندنا في بعض انه انك تفطر جارك وهو يفطرك من ثاني، وما ترجع له الاواني اللي يجيب لك اياها فاضيه، ترجعها مليانه اكل عندك تعطيه. الله. في عاده كويسه قالها لي حبيبي ابراهيم النقيب، يقول العماره اللي كنا فيها يقول متفقين في رمضان انه كل اهل بيت يسووا صنف واحد بس، يعني انت عندك السمبوسه، انت عندك الشوربه، انا عندي طاجن اللحم، انت عندك فحسه، انت عندك المطبق. فالحين لما كل واحد سوى انت ترسل لي، احنا كلنا الان نرسل بعض، صار كل واحد عنده 6 اطباق اللي جاتهم من الجيران وانت ترسل. تخيل اولا خففنا التعب، اكلت انت من كل اطباق، يعني في جيران فيهم حياه، في احساس بالاخر، احساس بالاخر. ولا وزيد اخفف عليك، خلاص الشوربه اليوم عندك، بكره راح يصير عندك الطبق الثاني، هم يرسلوا على جروب على بعض، وتصير ما شاء الله اكلت انت من كل اصناف، خفف عليك العبء، ارتاحت المراه، تفرغت للعباده، تفرغوا حتى لو انها ارتاحت، يكفي انها اليوم انا ما عندها ذاك الشغل الكبير. وين مكانهم هذول يا شيخ؟ والله شوف على جوجل ماب، على في سيف ابراهيم المكان في جده يصف له في الرياض. لا لا يصف في جده على جوجل ماب. الله يبيض المدني. اسلم يا بندر. احنا عندنا في البيت الوالد متزوج 3 تبارك اخواني اللي اكبر مني الله يعطيهم العافيه، في من زوج 3، في من زوج 2، في من زوج 4. انا نفس الشيء، انا وعمي متزوجين 3، هو 2 وانا 1. اي عموما اللي هو السنه والحديث والكتاب. لا ما فهمت. فسبحان الله يعني مشكله بندر انه اذا مركز في الفكره. أيوة. اسلم. اي اللي في راسي بقوله شيخ ناصر ترى. والله اسمع، الوالد متزوج 3 اسلم. المهم فكل يوم الفطور عند واحده من الزوجات، ونبدا في اليوم الرابع عند واحد من اخواني، عند زوجتي الاولى، بعدين الثاني، يعني يمر على البيت يمكن مره او مرتين في رمضان. شفت جميل. وتركيز جميل جدا، تيجي تلقى سفره من وإلى، وارتاحت الحرمه اللي صلاتها، وتساعد وقت ما تبغى تساعد، ترتاح وقت ما تبغى وما تلقاهم كلهم في مطبخ واحد، يعني مثلا عندنا زي تقول 10 من النساء، ما هم كلهم يتجمعوا العشره. نعم. خلاص صاحبه البيت ومعاه 2-3 والباقيين يتفرغوا للعباده والصلاه. ما شاء الله جميل. ايوه فمن هذا المنطلق لو في تعاون بهذا حتى ترتاح ذاك اليوم. اصلا هو رمضان للعباده، لو كل يوم تفتح سفرتك للناس شيء طيب وفي اجر، بس انت لابد انك تفرغ للعباده، فهذا الشيء يساعد تبادل منفعه هنا وهنا، وكل انسان وطريقته يعني. من بعد الغيبة رجعنا وجبنا كل الفرحة معنا، أجمل كشتات وسوالف ونمر بأحلى مواقف. كشتة 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 ثون، كشتة ثون أجمل حكاية نبتديها من البداية. كشتة ثون ولدع بلا نهاية كل غاية. كشتة ثون أجمل حكاية نبتديها من البداية. كشتة ثون ونبدأ بلا نهاية بنحقق كل غاية. بالعمل والمهارة بالأثر والإثارة، كشتة ثون بجدارة دايما بالصدارة. كشتة ثون تحييكم. بالعمل والمهارة بالأثر والإثارة، كشتة ثون بجدارة دايما بالصدارة. كشتة ثون تحييكم. كشتة ثون تحييكم. كشتة ثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم يا من تابعونا في برنامجنا وبرامجكم كشتاتون. اليوم بإذن الله حتكون معنا مسابقة جميلة رهيبة لطيفة ظريفة مقدمة من السيف جاليري، الله يعطيهم الصحة والعافية، مقدمين لنا جوائز عبارة عن قدور وخلاطات وطواحين من ماركة إديسون. إن شاء الله حيكون فارس معنا في هذه المسابقة واحد من شباب كشتاتون. يا ترى من حاب يتنافس معنا؟ أنا. أول اثنين رفعوا أيديهم صالح وأبو جزاء أحمد أصليطي، تعالوا معايا.
احمد سم حاب اسالك يا سلام سم. احمد حاب اسالك سم كيف وضعك في النفس وقوه الدفع؟ قوه الدفع عندي 100% باذن الله. امورك طيبه باذن الله يا صالح. باذن الله ما شاء الله. باذن الله انه ما يعدي كوبين. قول ما شاء الله ما شاء الله باذن الله ما يعدي كوبين. يعني ما تعدي كوبين. النزال شرس النزال شرس النزال شرس. طيب المسابقه كالتالي، حتوضع لك كوره في اول كوب لك هنا تمام؟ حلو. وهنا ايضا لك يا صالح سم كوره. امسك الكوب هذا وامسك الكوب هذا يا ابو جزاع، خله ما عليك انا ارتب لك اياها تمام؟ ايه. قدامكم سطلين مويه. حلو جميل. حلو. تروح تعبي السطلين هذه وتعبي الكوب اللي فيها الكوره. آه. الكوره ارتفعت الى اخر حد، تنفخها بفمك للكوب اللي بعده تمام؟ التالي. الكوب التالي. اذا وصلت للكوب الاخير انت فايز في هذه المسابقة. الكوب الاخير ما يحتاج تعبيه موية ابدا. صالح ما هو من مصلحتك تكون زي كذا؟ لا بس لازم عشان الموية ما تنتهي. لا ما عندك مشكلة. خلي حبيبي عبد الرحمن هذا حبيبي مو سطلين، قول غضارتين. يعني تقول سطلين ما يشوفون، يدورون السطول. غضارتين؟ اي هذه غضارة تسمى ليست سطل. والله احنا نسميها سطول. اي طيب ما ادري يمكن في اختلاف. الموية مستمر الى قبل الاخير. ايوه الى الاخير. ايوه الكوب الازرق نهائي. ايوه الكوب الازرق تحط فيه الكوره. الكوب الاصفر. يا سلام يا سلام. جاهزين ولا تجاهزين؟ جاهزين. عد كذا وتعبي من هنا. ها يلا من هنا. نقول لا نقول من هناك عادي من هناك. نقول واحد استعداد، اثنين ضرب النار، ثلاثة انطلاق بسرعة 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 بسرعة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليك يا صالح، ما شاء الله عليك يا ابو جزاع. لسه 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 ما الله 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 الله. اسرع 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 اسرع. الله 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 عليك يا ابو جزاع. الله عليك يا صالح. يلا ايوه اللي بعده. ايوه عبي 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 عبي. اقوى 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 اقوى. عبي المويه هذه هنا. ايوه يا سلام. يلا 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 اسرع اسرع. الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. اقوى 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 اقوى. الله الله يا ابو جزاع. يلا 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 يلا. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله. بدون ما تمسك يدك. بدون ما تمسك يدك. بدون ما تمسك يدك. قول ما شاء الله. بدون ما تمسك يدك. بدون ما حتطلع الا لما تعبي الكوب تمام. يلا 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 يلا. ايوه رجعها. يا سلام قول ما شاء الله. ما حطيتها سافه شوي. يلا انت حطيتها. الله يسامحك. اللوح بال. اللوح مال. عدل له اللوح. ما عليك ما عليك الامور طيبه. عدل له اللوح. اقوى. ايوه اقوى 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 اقوى. يا سلام يا سلام. ما هي مايل. ما الله لا اللوح مايل. اللوح مايل. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام. نقول الف 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 مبروك. ايش فيك يا انا اخبرها بدايه المسابقه ما كانت كذا. ما كان وضع كذا. لا حتى هذه مالت. صح صح. فبذلك نقول ألف مبروك. لا لا خلاص خلاص. حصول صالح. صفقة صفقة على صالح. على الجائزة. يستاهل حبيبنا صالح جائزة. ما شاء الله تبارك الله. تفضل يا صالح. الله الله الله. ايش اسمها هذه؟ يسموها ايش؟ مصابيب. مصاريب. مصاريب؟ مو مصاريب. مصابيب مصابيب. جائزة مقدمة من السيف قرن. الله يعطيك الصحة والعافية. من بعد الغيبة رجعنا وجبنا كل الفرحة معنا. كشتاثون تحييكم كشتاثون تحييكم كشتاثون. وصب القهاوي بدون الهيل ترى الربع ما يدانونا. ترى الربع ما يدانونا. وصب القهاوي بدون الهيل ترى الربع ما يدانونا. ترى الربع ما يدانونا. وقالوا خويك يهدى الحيل ما يعرف الصعب وفنونا. ما يعرف الصعب وفنونا. وقالوا خويك يهدى الحيل ما يعرف الصعب وفنونا. ما يعرف الصعب وفنونا. صب القهاوي بدون الهيل ترى الربع ما يدانونا. ترى الربع ما يدانونا. حمامي اللي بلبساتين. حمامي اللي بلبساتين. حمامي اللي
بلبساتي الحمامي يلي بلبساتي يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب يلي بلبساتي الحمامي يلي بلبساتي يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه وحمامي يلي بلبساتي الحمامي يلي بلبساتي يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه ما شاء الله ما شاء الله 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 مساكم الله بالخير وحياكم الله ويا مرحبا فيكم نحييكم ونرحب فيكم مع هالجلسة الجميلة ومع هالأجواء اللي أكثر من رائعة وإن في منطقة المزاحمية وفي النفود اللي حولها اسم منطقتنا اللي عرفها ويبخصة وشي هي منطقة إيش؟ المشاعلة يا مرحبا يا مرحبا شعارنا ومنشديننا ومسولف جينا حياك الله أبو فهد يا هلا يا مرحبا كيف حالك طال عمرك؟ أبشر الحمد لله إن اليوم كنا هبت شمال صدق مو مزح يعني أول نلعب على أنفسنا يقول برد الله لا برد الحين برد يقول واحد أنت وأبو فهد لابسين خيام نعم إن الخيام الخيام تجلس فيها أنا لابسين إننا لابسينها لبسدو إيه نبي نبعد عن البرد وفعلا أنا أذكر يوم من الأيام كان عندنا برنامج الظهر دكال حارة ولا لا الله الله فقلنا نبي شيء مميز شوي فكنت أدور عن لبس يعني فيه غرابة شوي فرحت المحلات الخيام وخذيت هالقماش وفصلته وفصلت أنا وياك واحدة إيه؟ نعم الحمد لله لين الحين عايشة كم عمرها تقريبا؟ تقريبا طال عمرك ما يقل عن 12 سنة ما شاء الله نعم يعني فيها مخابي وفيها اي لا طال عمرك لو بزر الحين واصلت أولى متوسط طيب حياكم الله كل باسمه اليوم بنستمتع مع شعرانا مع منشديننا مع رواة مع ما شاء الله تبارك الله عرفتوهم في التلفزيون عرفتوهم في أكثر من برنامج وعرفتوهم كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي يا هلا يا هلا ويا مرحبا فيكم إن نسولف إنه الشباب قبل التصوير فقلنا لهم وش رايكم نتكلم في موضوع تحسون إنه مهم خصوصا في طلعات البر وفي الكشتات وفي الروحات والجيات وأحيانا يمس حياتنا بشكل كبير فكأنه يعني وصلنا إلى راي الكشتة واللي هي طلعة البر وخصوصا الآن حتى في نشوف في موسم الرياض وحتى في الترفيه عموما المود الآن يعطيهم العافية يتكلمون على النشطة حولنا والمتعة حولنا وقريبة حولنا فاستفد واطلع ولو بأخف الشغلات البسيطة يعني بخيمتك بضوك بقهوتك إلى آخره وطلع هلك ووسع صدورهم صحيح خلنا نبدأ اليوم أنا الشباب ما شاء الله مع الإضاءات وهالدخنة اللي موجودة ضيعت ببدأ من يشاركني في أول حديث يعني لين قلنا كشتة في بالك أهم شيء في الكشتة وشو أبسألكم كلكم بس واحد واحد ها خلنا نبدأ معك أنت بسم الله استعن بالله العزبة يعني العزبة مطلوبة للكشتة للطابخ للقهوة للشاي وتعطي جو لل يعني تعطي جو للشبة والأشياء هذه فأنا أشوف أنها تسوي لك فعاليات وش أهم يعني الأغراض اللي موجودة في العزبة اللي معك غير القهوة والشاهي شحم الله إيه ما يحتاج هذا مطلوب عندنا تيس تيس ولا إن ترى أن اتفقنا اللي بتجيه السالفة يمسكها من أولها لين آخرها نعم ها عندك شيء ولا ننتقل بحد ثاني من اللي جاهز ها هي النزهة البرية حلو مع أهم شيء فيها وش وجهة نظرك مع الرجيج اللي شرواكم شرواك الطيب أهم شيء العزبة متكاملة سواء من القهوة والشاهي أو من طبخ من قدور من قدر ضغط من معاملها كلها جميل ومعها متيس ولا طليين عمره صغير بس يرضع إيه. طيب ها من يفيدنا يا شباب ما شاء الله عبد الرحمن يقول سم عبد الرحمن يعني من مكان لمكان ممكن تختلف يعني اللي هي
لوازم الكشتة؟ يعني مثلا نفترض انه احنا في جدة طالعين كاشتين رايحين بحر، نشيل لوازم الصيد، السنارة، الجلب، مثلا الكراسي، يعني الكراسي على البحر مناسبة لها، مثلا نبني شوي همبرجر ما هو لحم ولا المهم. فيعني كل منطقة تختلف. صح. يعني مثلا لو انك هنا مثلا في نجد وكذا، لا ما في الا قهوة وتمر و طمير ولا ايش؟ لا 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 مطير 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 ضمير مستتر. المكان المكان تختلف، وكل مكان او كل منطقة لها جوها. يعني جميل. شوف ابو عبد الرحمن، سم 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 عندك ابو الشمال والبصيم، صارت عندهم الكشتات الفتره الاخيره هذه تقريبا صارت اسهل من ايام اول. اول كانت يعني اذا قالوا نبي نطلع باليوم الفلاني تلقانا نقلنا همها، اي وناسه لكن نقلنا همها، قعدنا نرتب العزبه ونرتب الخيمه والدنيا، ثلاث ايام ترتب قبل تطلع، ويوم تجلس تركب وتونس يومين وترجع تعبان منها التحيره. اليوم بمناطق الشمال وبالقصيم تحديدا صارت عندنا الكشتات واستثمروا الشباب السعودي استثمار تجاري 100% ما شاء الله تبارك الله. ممتاز. وشلون مثل عليه؟ مثل يجهزون سيارات. انت قصدك اللي بيطلعون ولا الشباب اللي يتاجرون؟ شباب ياجرون وخلاص. ممتاز. فصاروا يستثمرونها استثمار تجاري وشغل نظيف 100% ما شاء الله تبارك الرحمن. صرت بس ترفع السماعه عليه بالله يطلع بالشعيب الفلاني، وحنا عددنا هالكثر، وخذ معاك خيمة. حلو. يجي المعزب اللي عازم اخويا ومثل اخويا وضيف، يلقى مثل هالمكان جميل، والقهوة جاهزة والشاهي جاهز والعامل موجود يطبخ. فصارت يعني الطلعة هالحين مع الشباب هذول اللي اشتغلوا وحولوا الطلعات المشاريع التجارية، صارت الطلعة معاهم اختلفت 180 درجة عن طلعاتنا. طيب والأفضل. يعني هل في نوع ثاني بس طاح. 50% صارت الطلعه متعه. 50% طاح. صارت الطلعه متعه مو الطلعه تعب وجهد. ايوه. صار الضيف المعزب اللي عازم اخوياه مثله مثل الضيوف. يا جميل. سلام. يجي للطلعه. جميل. خلينا ناخذ الجهه اللي من هنا. هاي شباب. طيب ابو عبد الرحمن قبل ما اي مداخله. سم. هل هي الكشته الان تعبها حلاوتها في تعبها؟ حلاوتها في الراحه. ايوه. هل وصلنا لمرحله انك انت مره مشغول وتفش من الكشتات وتسوي زي ما قال اخونا صالح في اي منطقه في المملكه يحضروا لك وتجلس ترتاح ولا كيف؟ طيب خلوني ارد عليه، تسمحوا لي ارد عليه ولا احد له اعتراض يعلمني؟ خليني ارد عليه. قبل كنا لا لا تخاف، لا لا ارد عليك رد انيق. قبل لا طلعت تشيل هم الروحه اكثر من الروحه. نعم. يعني انت بتجيب لك بلاوي خيام وما ادري ايش وتطقه، وتلقى راح اليوم كله في طق خيام، في ذبح خروف، في الحين لا، نص هالشغل هذا جاي جاهز. انت تجي تستمتع بالمكان، تستمتع بالطلعة، يعني مو تستمتع بطق خيمة ولا ذبح خروف ولا راح تجيب مقاضي تجيب زيتون وطحينية، كلها موجودة. انت تعال انبسط. كشتثون تحييكم، كشتثون تحييكم، كشتثون تحييكم، كشتثون.